السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، النهاردة إن شاء الله معانا في مضخة معانا بايظة محروقة، هنحلها إن شاء الله. أول حاجة هنعملها بنقفل المحبس ده. هو أنا فوجئت إن المحبس ده بيجيب مية. ده محبس معانا فراشة أو سكينة، في ناس بتسميه محبس فراشة وفي ناس بتسميه محبس سكينة. ده القلب بتاعه بيجيب ميه زي ما احنا شايفين. هنحل اللوز صامولة. كل المحابس دي كلها عامة الشكل بتاعها قريب، يعني مع اختلاف الكوبشة بتاعتها او المعبط بتاعها. دي صامولة معانا بتربط على القلب. طبعا هنحل القلب ده، الصامولة دي القلب ما بيطلعش معانا لسه، بقيت وعايزين نغير القلب اللي هو الداخلي. بنحل الصامولة التانية اللي راكبة على القطعة الحمراء دي. ده محبس معانا 2 بوصة راكب على عداد، راكب عليه عداد بوصة ونص. في جلبة اللي هي الجلبة اللي قدام المحبس دي جلبة مسلوبة بوصة ونص على 2 بوصة. بنلف عليها حتة تفلون أو حتة كتان زي كده، يفضل الكتان يعني. ما بنحطش كتير يعني، حاجة بسيطة بس، بحيث ان احنا ايه ما نحاولش نزود جامد، عشان لو كترنا الكوبشة دي مش هتقفل معانا. المضخة دي معانا محروقة. اول حاجة طبعا احنا قفلنا المحبس، بعد كده بنفصل الكهرباء. لازم نخلي بالنا من النقط دي، ان احنا ما نحلش المضخة على طول، لازم نقفل محبسنا ونفصل الكهرباء ونأمن الشغل الاول، وبعدين نحاول ان احنا نفك المضخة معانا. المضخة دي 1 حصان مشغلة المبنى 3 أدوار، اعتبر على شقتين يعني أو على فرعتين، وشغال على مفاتيح، لأن ده استعمال طبعا عام. أنا اتكلمت قبل كده يعني موظفين، فطبعا الأوتوماتيك، أنا جبت الأوتوماتيك مكملش شهر واتحرق زي ما انتوا شايفين، اهون ولع خالص. وحليت طبعا بالونة بتاعته، فهما مشغلينه على ايه مفتاح اللي محتاجه بيشغل ويفصل في كل حمام معمول مفتاح. طبعا حلينا الكهرباء كده، هنحل الجلب معانا. دي لواقير، دول راكب على جلبتين، جلبتين بوصة، دي اسمها جلب لاقور. بنهويهم شوية بحيث ان الخط برضو محمل مية معانا، لان خط 1 بوصة ففي مية كتير، ما ينفعش ان احنا نحل على طول عشان المية دي. وياريت نحاول نحل الدخول، الاول يعني. معلش يا جماعة، في ناس بتبقى بتاعت لي تعليقات، يعني انا والله بتعب فعلا بالحاجات دي. الناس بتقعد تقول لك في كذا افضل وفي خامات مواسير مش عارف افضل فيها. والله انا عارف كل حاجة يا جماعة، والله كل حاجة موجودة، وكل واحد على حسب ظروفه وحسب امكانياته. يعني في اللي مبسوطة وبيجيب الحاجة الغالية، وفي اللي المتوسطة وبيجيب الحاجة اللي على قده. يعني السوق في كل حاجة، في جميع انواع المواسير وانواع القطع العادات والخلاطات والحاجات دي. فكل حاجة يعني موجودة. احنا مش هروح انا اشتغل عند الزبون وهجيب له مثلا انا اللي هجيب له الحاجة، او هقول له لا هجبره ان هو يشتري كذا ولا كذا. لا، انا راجل سباك واتكلمت قبل كده وبعمل الشغل ده هو لوجه الله والله يعني، والناس اللي هي حابة انها تتعلم. ف بلاش التعليقات ده يا جماعة بالله عليكم. يعني بنحل بقى القطعة اللي هي بسن اللي احنا شايفينها دي، اللي راكبة معانا على التين نحاس اللي هو بتاع الاوتوماتيك. في موتور تاني ان شاء الله جاي، بس مش هننفع ان احنا هنركبه يعني، هو لسه هيجي. بس انا هركب دلوقتي معايا وصلة بحيث نشغل برضو المية. وعلى فكرة هو احاول ان هم
يلفوا الموتور ده هو. بس طبعا الموتور الصيني صعب ان هو يتلف، وفي معظم الصناعية كتير اللي هي بتلف المواتير ده هي ما بترضاش تشتغل في المواتير الصيني. فيا ريت اي حد يحب يجيب مضخة يا جماعة، يعني يا ريت يجيبها ايطالي، حاجة نظيفة حتى لو قل في الحجم بتاعها. يعني مش شرط ان انا ان هو يجيبها مثلا واحد حصان، لا ممكن تجيب نص حصان وتجيب موتور كويس وهيعيش معاك، وفي نفس الوقت برضه يعني ضغطه كويس. في ناس بتقول لك النص حصان ده مش هيغذي حتى، لا النص حصان يغذي لغاية 6 ادوار و7 ادوار كمان. يعني ففي مواتير كويسة، يعني في كالبيدا وفي لينز، في حاجات إيطالية كويسة كتير. يعني مش شرط إن احنا نسترخص ونجيب حاجة صيني. في موتور صيني يعني الكالبيدا الواحد حصان ما يقارب من 3300 أو 3350 وواحد حصان. وفي موتور حصان برضه يعني يمكن ركبه في الفيديوهات السابقة، صاحب البيت برضه طلب موتور حصان عامل 850 جنيه. شايفين الصالة طبعا معانا عامل ازاي، دي الجلب معانا كل ده طبعا من المية. دي بتتراكم عليها الملوحة والصدى الموجود بيتكون معانا وبيعمل زي ما احنا شايفين كده على بيسد معانا خالص الحي القطع اللي موجودة. دول اللي احنا جايبينهم دول جلبتين، انا حطيتهم في العدة على فكرة عشان برضو في الظروف اللي زي كده. دول جلبتين، واحد بوصة على نص او في نص، وبيركب عليهم نبلين نص بوصة نيكل. لو احنا عايزين نجيب نبل حديد مفيش مشكلة، بس النبل الحديد وشه ما بيبقاش عدل، يعني ممكن تيجي تربط الوصلة تلاقيه بيجيب ميه. افضل ان هو يجي نيكل افضل عشان وش النبل بيبقى كويس معانا، بيخدم على الكاوتشة بتاعة الوصلة. لو ربطته حتى بإيدك مش شرط تجمد عليه خالص، مش هيجيب مية ان شاء الله. انا هما نبلين وجلبتين ووصلة، دول تحتاجهم توصل المية تاني بدل مثلا ما تقفل المية او ان انت تجيب مواسير وتلحم على ما تصلح المضخة او تغير المضخة. لا يعني هو طبيعي الشغل، الحاجات اللي هي الشغل الخاص غير الشغل اللي هو الموظفين ده، هو بيبقى استخدام كتير وبيبقى فيه اهمال شوية. ممكن واحد يشغل المضخة ويسيبها شغالة عادي تاكل في نفسها. يمكن احنا مركبين له السين ومركبين له بيلي قريب، وهو راكب الموتور ده ما كملش سنتين، بس صين طبعا ما تحملش. لو موتور كالبيدة معاك وشغلت المية وسبت المحبس مقفول عليه، ممكن يقعد عادي نص ساعة شغال ما يجرالوش أي حاجة خالص ولا هيتحرق ولا حاجة. كده احنا جمعنا وهنفتح بقى المية. دي خط طالع رايح لمبنى تانية اللي هو النص بوصة اللي تحت ده. ان شاء الله هنركب الموتور في الحلقة القادمة ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.